تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وينضم إلينا الآن الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المشاهدين. بنرحب بكم طبعا من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية الرئاسية في اليوم الثاني على التوالي من داخل غرفة العمليات التي تتابع منذ صباح أمس سير العملية الانتخابية في 27 محافظة من خلال غرفة العمليات والسادة القضاء الموجودين في غرفة العمليات برئاسة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. يعني الهيئة عقدت اجتماعها وتنعقد منذ صباح هذا اليوم، ومنذ بدء فتح اللجان في كل المحافظات يتم التواصل كما تم بالأمس مع رؤساء اللجان العامة. نتحدث عن 367 لجنة عامة في 27 محافظة، يتم التواصل مع كل السادة المستشارين رؤساء اللجان العامة في المحافظات للتأكد من فتح اللجان في مواعيدها وعدم التأخر في أي لجنة في فتحها، وأيضا التأكد من وجود بطاقات الاقتراع، وبالطبع التأكد من يعني عملية فتح الصناديق مرة أخرى بعد غلقها مساء أمس ووضعها في يعني في غرفة خاصة بها يعني حراسة شديدة طبقا لقوانين الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بغلق الصناديق وفتحها في اليوم التالي. يعني اليوم ربما أيضا سيكون هناك تدارك كبير لبعض المشاكل التي ظهرت بالأمس، والتي تحدثنا أن هذه المشاكل في جوهرها تؤكد حرص المواطنين والناخبين على المشاركة في هذا الاستحقاق. ربما ما سيتم تداركه اليوم بشكل كبير الكثافة الكبيرة على أغلب اللجان أو في معظم اللجان في كل المحافظات، والتي نشاهدها الآن عبر الشاشات منذ أن فتحت اللجان أبوابها اليوم في 9 صباحا. لكن هذا الأمر تحديدا الهيئة الوطنية للانتخابات قامت ب يعني إمداد عدد كبير من القضاة وتزويد اللجان التي بها كثافة بعدد كبير من القضاة، فربما هذا أيضا سيعمل على تقليل الازدحام وتقديم التسهيلات على الناخبين للدخول داخل هذه اللجان التي يوجد بها كثافة في المحافظات، ويعني يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم في سهولة ويسر. أيضا الأمر الآخر وهو المتعلق بذوي الهمم، اليوم أيضا سيكون هناك عدد كبير من البطاقات الخاصة بطاقات بطريقة برايل للمكفوفين من ذوي الهمم، لأن بالأمس كان هناك يعني نقص في هذه الأوراق، ولكن على الفور تحرك الهيئة الوطنية للانتخابات وقامت بإمداد اللجان خاصة في محافظة الجيزة ثم في عدد كبير من اللجان في المحافظات بإمدادهم بهذه البطاقات، فضلا بالطبع عن الإرشادات الموجودة لفاقدي السمع بكيفية التصويت وكيفية الخطوات التي تتم لإجراء عملية التصويت، وأيضا مساعدة السادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية لذوي الهمم إذا كانوا يحتاجون إلى أي مساعدة. أيضا يتم التواصل بخصوص السماح لمندوبي المرشحين بالتواجد في حال ثبوت بالطبع قيدهم في كشوف الناخبين. لكن نقطة هامة أخرى أيضا وأكدت عليها الهيئة الوطنية في مساء أمس، وهي إتاحة اللجان لكل الناخبين التصويت حتى بعد انتهاء عملية التصويت. بالأمس ونظرا للكثافة الكبيرة على اللجان في اليوم الأول، كان هناك عدد من المحافظات التي استمرت في عملية التصويت ما بعد 9 مساء. نتحدث تحديدا عن محافظات الفيوم والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال القاهرة أو شرق القاهرة، هذه الأماكن بها عدد لجان كان بها كثافة، فكان بالطبع يعني التوجيهات من الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح لآخر مواطن يتواجد داخل المركز الانتخابي بالتصويت حتى وإن انتهت ساعات التصويت في 9 مساء. فكان هناك عدد كبير من هذه اللجان استمرت حتى بعد 9 مساء في التصويت، وهذا الأمر أيضا سيستمر اليوم، وتؤكد عليه دائما الهيئة الوطنية للانتخابات
الانتخابات حتى تتيح الفرصة لكل المواطنين، وحتى تتعامل أيضا مع الكثافة الموجودة في كل اللجان وتتيح لكل المواطنين التصويت خاصة بعد انتهاء ساعات العمل، بالإضافة بالطبع إلى لجان الوافدين. يعني بالأمس لاحظنا في هناك توافد كبير على لجان الوافدين، حتى كان هناك لجنة في قسم عابدين تحتاج إلى مزيد من الدعم نظرا للكثافة الموجودة. على الفور تم التنسيق من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وإمداد هذه اللجنة بعدد آخر من القضاء، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الأمن وأيضا لعملية التنظيم حتى يتيسر على الناخبين الدخول والإدلاء بأصواتهم. وحرصت اللجنة من خلال هذا الأمر تحديدا على وجود أكثر من 300 لجنة للوافدين على مستوى المحافظات، خاصة المحافظات السياحية. بالأمس لاحظنا في سيوة وفي شرم الشيخ وفي مرسى علم، هذه المحافظات أو هذه الأماكن شهدت فيها لجان الوافدين كثافة عالية من المتواجدين من خارج هذه المحافظات والذين يعملون بقطاع السياحة، فبالتالي أتاحت الهيئة الوطنية لكل هذه الوافدين بالتصويت. الآن يتم من خلال يعني المتابعة من خلال الفيديو كونفرنس أو الأجهزة الإلكترونية والاتصالات الدائمة ما بين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، يقومون الآن بالاتصال بكل اللجان للتأكد من فتح اللجان، وربما بعد ساعة من الآن سيكون هناك مؤتمر صحفي للمستشار أحمد بن داري، سيتم أيضا يعني الإعلان عن جاهزية كل اللجان وفتحها في مواعيدها وما إذا كان هناك أي لجان قد تأخرت وما هي الأسباب، وبالتالي يتم يعني هناك متابعة كبيرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. والحقيقة هو مجهود كبير يقومون بتذليل أي عقبات أو أي مشاكل قد تطرأ على المشهد الانتخابي، لكن حتى الآن ومنذ الأمس لا يوجد أي مشاكل، على العكس تماما كل هذه المشاكل كما تحدثنا هي متعلقة بالكثافة للناخبين في كل اللجان وخاصة اللجان الوافدين، أيضا وجود ذوي الهمم وحرصهم على المشاركة، أيضا يعني مساعدة القضاء. هناك أيضا يعني تعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاء يقومون بمساعدة كبار السن، بمساعدة المرضى، بمساعدة كل من لا يستطيع على سبيل المثال الدخول إلى اللجنة، يقوم السيد القاضي رئيس اللجنة الفرعية بمساعدة هؤلاء الناخبين حتى يقومون بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. فنحن نتحدث عن عمل كبير تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العمل في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وربما اليوم أيضا سيكون هناك متابعة مستمرة، وإذا كان هناك أي عقبات سيتم تذليلها على الفور من خلال كل الاتصالات الجارية بين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء اللجان في المحافظات المختلفة. سنتابع معكم على مدار الساعة اليوم كل الجهود التي تتم من قبل الهيئة، وأيضا يعني وضع المحافظات واللجان المختلفة، وإن كان أغلب اللجان بدأت عملها بالفعل في 9 من صباح اليوم، ومن خلال رصدنا يعني من غرفة العمل هنا نتابع كل اللجان بها إقبال في الساعات الأولى اليوم من فتح اللجان. نقطة أخيرة أختم بها وهي الزيارات الخاصة أو بمعرفة اللجنة. الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بمجهود كبير جدا فيما يتعلق بالتعرف على مكان اللجنة الانتخابية للزائرين. بالأمس كان هناك يعني مشكلة من البطء في الموقع الإلكتروني، ولكن لأول مرة يتجاوز عدد الزائرين للموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات في أول يوم تجاوز 5 مليون زائر يستعلمون عن اللجنة الانتخابية الخاصة بهم، بالإضافة إلى المجهود الكبير الذي يقومون به من خلال رقم الهاتف 51 51 للتعريف بكل اللجان الانتخابية والرد على كل الاستفسارات. وسنتابع معكم على مدار اليوم كل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات. الزميل العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، نشكرك جزيل الشكر.